عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من برنامجنا نغمات وطقوس. النهاردة هنكمل تفسير اللحن العميق شيري ماريا تيورو، السلام لمريم الملكة. في الحلقة اللي فاتت تأملنا في المعاني الروحية والعقائدية اللي موجودة في أول ربعين من الباراليكس الرائع ده. في الحلقة دي هنغوص مع بعض في الربع الثالث من اللحن الجميل ده. كلمات الربع الثالث بالقبطي بتقول إيه؟ أريجيم أو إهموت أو تاي شيليت، وجدت نعمة يا هذه العروس. كلمة إهموت معناها نعمة، وكلمة شيليت معناها عروس. هنميش أفساجي إي بي تايو، هنميش أفساجي إي بي تايو، كثيرين نطقوا بكرامتك. كلمة ميش معناها كتير، وكلمة ساجي معناها يتكلم أو ينطق، وكلمة تايو معناها كرامة. هنميش أفساجي إي بي تايو جي أبي لغوس إن تي فيوت، لأن كلمة الآب لوغوس معناها كلمة، عارفين طبعا لوغوس، وإفيوت معناها الآب، ودي لسه واخدينها في اللحن اللي فات، تنوشت إم فيوت، نسجد لآب النور. إي أفتشي ساركس إيفولين خيتي، أتى وتجسد منك. لسه في الربع اللي فات واخدين كلمة أفتشي ساركس تجسد، والكلمتين على بعض إيفولين خيتي معناهم منكي. فتعالوا نسمع مع بعض الربع ده على العود. وجدت نعمة يا هذه العروس، كثيرين نطقوا بكرامتك، لأن كلمة الآب أتى وتجسد منكي. أريجيم أو إهموت أو تاي شيليت، هنميش أفساجي إبي تايو جي أبي لوغو أو سنت فيو أوتي أبتشي ساركس إيفولين خيتي. التعبير وجدت نعمة أو الممتلئة نعمة هو لقب خاص جدا بالست العذراء، زي ما قال لها الملاك جبرائيل وهو بيبشرها بميلاد المسيح، سلام لك أيتها المملوءة نعمة، في لوقا 1:28. وده حسب الترجمة الدقيقة. ليه؟ لأن الكلمة الأصلية في اليوناني هي كي خاريتو ميني، ومعناها أنها حازت على النعمة على أعلى مستوى بالتمام. والصفة دي محدش في الإنجيل كله توصف بها غير العذراء. ويقول القديس إمبروسيوس عن اللقب ده: لقد انفردت بدعوتها الممتلئة نعمة، إذ وحدها نالت النعمة التي لم يقتنيها أحد غيرها، إذ امتلأت بمواهب النعمة. عشان كده في فرق جوهري بين التعبير الممتلئة نعمة والتعبير المنعم عليها، لأن كل البشر منعم عليهم بالخلاص، أما العذراء فهي الممتلئة نعمة، بمعنى أنها مليانة بالله لأنه حل بالكلية في أحشائها. فربنا أنعم على كل البشرية بالخلاص، لكن العذراء مريم استحقت فوق هذا الإنعام نعمة خاصة هي حلول المسيح في أحشائها. وجدت نعمة يا هذه العروس أريجيم أو إهموت أو تاي شيليت. العذراء مريم هي العروس الحقيقية لرب المجد، وتحققت فيها نبوة المزمور 45 لداود النبي لما قال: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك،
وانسي شعبك وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين. وكمان بنقول على العذراء أنها صديقة سليمان، فهي عذراء النشيد الطاهرة اللي اتكلم عليها سليمان الحكيم في سفر نشيد الأنشاد، وتقال عنها في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. ويكمل اللحن كثيرون نطقوا بكرامتك، هنميش أفساجي إي بيتايو، هنميش أفساجي إي بيتايو. لو بصينا في كتاب الإبصالمضية السنوية في الإبصالية الواطس الخاصة بالقديسة العذراء مريم اللي هي أيسوتيم إني ساخ إنتيتي إكليسية، هنعرف إزاي كثيرون نطقوا بكرامتها. الإبصالمضية بتقول إيه؟ إني سمعت معلمي الكنيسة ينبيع الحكمة ينطقون بكرامة القديسة العذراء مريم الطاهرة. باسيليوس ذو الفهم نطق بكرامة قائلا إن قلبي خائف متحير من أجل الذي تجسد منك. غريغوريوس الناطق بالإلهيات، وغريغوريوس صانع العجائب، وغريغوريوس الأرماني تحدثوا بطباويتك. داود الملك المرتل العظيم اللاهوتي نطق ببهائها في سفر المزامير. قامت الملك عن يمينك أيها الملك وشهد بملكها بهذه الكلمة عينها. زكريا وسمعان والملك سليمان والرسول فيليمون قالوا أنها سيدتنا. إيليا التثبيتي وإليشع تلميذه ومصاف الأنبياء قالوا أنها هي أم السيد. توما الرسول الذي يدعى التوأم شهد عنها وقتما حملتها الملائكة. هو ذا عمانوئيل أرسل إليها جبرائيل ملاك التهليل الرافع صلواتنا، فدخل إليها وأقرأها السلام بميلاد المسيح الذي ولدته وهي عذراء. كل الشعوب وكل القبائل والقاطنين في كل مكان يمجدونك بكل البركات يا ولدة الإله كل حين، مريم ابنة يوقيم التي ارتفعت على الشيروبيم ومركبة السيرافيم في المواضع غير المتزعزعة. لأن كلمة الآب جي أبي لوغوس انت إفيوت أتى وتجسد منك إي أفتشي ساركس إفولن خيتي. ودي آخر حاجة في الربع ده عايز أشرحها، لأن كلمة الآب تجسد أفتشي ساركس. في قانون الإيمان بنقول تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس، فكلمة أفتشي ساركس تجسد مش معناها أنه أخذ جسد بشري بس، لا ده أخذ طبيعة بشرية كاملة. عشان كده قانون الإيمان وضح دي بأنه قال تجسد وراح ضاف عليها كلمة وتأنس، يعني بقى إنسان. طيب إزاي ده يحصل؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:35. هو إذن قدوس شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها، زي ما بنقول في القداس الغريغوري. عجبني أوي كلام القديس يوحنا الدمشقي لما قال بأي لقب ندعوك أيتها السيدة، وبأي تعابير نحييك، بأي مدائح نكلل جبينك المملوء مجدا، يا موزعة الخيرات ومانحة الثروات، يا جمال الجنس البشري وفخر الخليقة بأسرها، يا من بها اغتبطت هذه الخليقة بالحقيقة. عزيزي المشاهد، هكتفي النهاردة بالشرح ده للربع الثالث من هذا الباراليكس، ودلوقت هسمحولك مرة تانية بالعود علشان نغماته تتحفر في وجدانك. وإلى اللقاء في الأسبوع الجاي هنفهم مع بعض الربع الرابع، وهجاوب على سؤال مهم جدا واحد سأله لي، قال لي ليه بنزف العروسين بالباراليكس ده شير ماريا تيورو في آخر طقس صلاة الإكليل. فإلى أن نلتقي أتركك مع نغمات هذا اللحن الشجية، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يكون معنا ومعك، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين. أرجم شالت هنميش أبصاجي إبطايو جي أبي لوغو أو سنت فيو أو تي أبتشي
إبو